امراض اللثه يعني الم وتعب ولفه على الدكاتره زهق وتوتر وعصبيه مبرره المصاب بيها بيبقى بالبلدي كده مش شايف بعنيه تطبيقا للموروث الشعبي تعب الاسنان ما بيرحمش لا في اكل ولا شرب ولا قاعده مستقره ولا حتى نوم مريح ومن هنا ندخل بقى على المسكنات ثم المسكنات ثم المسكنات لحد ما تعبها يهدى ويبدأ المصاب يرجع لحياته خطوة ورا التانية. أسباب مرض اللثة كتيرة، منها المعروف ومنها الخافي أو المرتبط بعادات يومية. بس في نقطة مهمة لازم نركز فيها ودي خاصة بالجماعة حبايبنا. دراسة حديثة أثبتت أن المدخنين عرضة لأمراض اللثة ست مرات أكتر من الغير مدخنين. مرض اللثة أحد الجرائم اللي بيتركها التدخين في جسم الإنسان طبعا بالإضافة إلى كل عضو بيمر عليه دخان الشيشة أو السجاير كل نفس بيدخل جسمك بيسجل تراجع جديد في دفتر أحوال خسارتك لصحتك مش بيحاسبك من أول مرة ولا تاني ولا حتى عاشر حسابه بيبقى جماعي وعلى بعضه بيسيبك لآخر الطريق ويبدأ يعد عليك والتمن اللي هتدفعه بيكون من صحتك. ويلا بقى ادخل في دوامه اصلاح التالف واتخاذ اجراءات احترازيه ضد المعدوم من اعضائك. عيش حياه مرهقه ومتوتره واخسر صحتك وفلوسك ووقتك. كل ده عشان نفس دخان؟ اقسم بالله العظيم ان اراقب الله في مهنتي وان اصون حياه الانسان في كافه ادوارها. بكل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله باذلا رعاية الطبية للقريب والبعيد المصلح والمخطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان. وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني. وأكون أخا لكل زميل في مهنة الطبية. وأن تكون حياتي مصداق إيماني. في سري وعلانيتي. نقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس. والله على ما أقول شهيد. طبيعية المطلقة ده حق لكل طفل في الست شهور الأولى من عمره يعني ايه مطلقه يعني يرضع من امه رضاعه طبيعيه من غير اي حاجه تانية لا ياخد ميه ولا ياخد لبن ولا ياخد كراويه ولا ياخد ينسون ولا ياخد اي حاجه الا لو في دواء الدكتور كتبه حضراتكم في مصر امهاتنا عند سن 4 ل شهور بس 13 ام من كل 100 ام بترضع رضاعه طبيعيه مطلقه اللي هي ما ينفعش نستغنى عنها او نمنعها وما ينفعش ندخل حاجه تانية معاها طب ليه يعني يا دكتوره ما تديله دي ثلاث شهور مطلق وبعدين اكله عشان انا هنزل الشغل لا حضرتك لو هتنزلي الشغل عصري لبنك وسيبيه وحد تاني يديهوله حقه الست شهور عارفه ليه؟ لان جدار امعاءه اصلا بتبقى مخرمه خالص ولو احنا ادينا قبل كده لبن صناعي او زبادي او اي منتجات تانيه البروتين بتاعها بيدخل من الجدار ده ويدخل على الدم يبقى حاجه غريبه روح الدم عامل ايه مكون اجسام مناعيه ضد هذا البروتين وللاسف البروتين الحيواني ده بيشبه جسمنا في بعض الحاجات بص الاقيه حته منه بتشبه البنكرياس تروح الاجسام المضاده اللي كونت دي راح هجمة البنكرياس بتاع الطفل وهو لسه بيقول يا أدي وتقعد تكسر فيه تكسر فيه ابننا يبقى عمره سنه ولا سنتين ويجيله سكر يجيله امراض كثيرة زي الربو زي الحساسيه ربنا بيقول لنا مؤشرات بيقول لنا ابنك بيقعد عند ست شهور ابنك بيسنن عند ست شهور ابنك بيجيب بلسانه لما تحطي له الاكل ياخد الاكل جوه ويقدر يبلعه عند ست شهور يبقى ربنا بيقول ايه بيقول رضعوا اولادكم يا جماعه ست شهور رضاعه مطلقه وبعدين ابتدوا اكلوهم لما الطفل يبقى جاهز للاكل بلاش نحن نزغطه زي البط جماعه الرضاعه الطبيعيه المطلقه مفيش لها بديل عشان صحة الطفل ومستقبله وذكائه العقل المنظور العلمي لتأثير التدخين ومنتجات التبغ الأخرى على اللثة بيكون من خلال التأثير على قوة تماسك الأسنان والأنسجة اللي فيها ده من خلال تدخل الدخان مع الوظيفة الطبيعية لخلايا الأنسجة بتاعت اللثة ومن هنا بيصبح المدخنين أكثر عرضة للعدوى ده غير ان التدخين بيسبب ضعف تدفق الدم الى اللثه مما يؤثر على التئام الجروح. تعالوا نعرف القصه كامله لتاثير التدخين على صحه اللثه والاسنان من ضيفنا النهارده اللي منورنا الدكتور وليد حسن استشاري العلاج التحفظي وتركيبات الاسنان. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك دكتور اهلا بحضرتك احنا اتكلمنا كتير عن التدخين وتاثيره على اعضاء الجسم كلها. تمام ودي بصراحه اول مره نتكلم على تاثير التدخين على الاسنان. فانا اعتقد ان النهارده حلقه هتبقى يعني جميله ان شاء الله ان شاء الله نقدر نفيد الناس وأتشرف بوجودي مع حضرتك ومع البرنامج اللي ليه تاثير قوي جدا على الناس لمصداقيه الماده العلميه ومقدم والمع يعني كل البرنامج بيصب في مصلحه المريض المصري وده الهدف يا دكتور بالظبط بالظبط طبعا اول حاجه متهيألي التدخين بيعملها ان هو بيصبغ الاسنان ده غير ان هو بيأثر على اللثة وعلى عظام الفك وبيأثر طيب. على كل طيب. حاجة داخل الفم طيب. مدخن عادة آه الحاجة الوحيدة اللي بياخد باله منها ان هو اسنانه لونها بيتغير طيب. لكن في حاجات تانية بتحصل كتير ممكن طيب. ما بيكونش واخد باله منها وممكن ما بيكونش رابط اللي بيحصل بالدخان طيب. السجاير اللي هو بيشرب حضرتك بقى النهاردة هتكلمنا على طيب. تأثير التدخين على الحاجات دي كلها جميل جدا احنا حضرتك بداية دلوقتي مع بد زيادة التخصصات في مجال الاسنان فاصبح تجميل الاسنان داخل جزء منه ومن اكتر الحاجات اللي بتعوق ان الواحد شكلا يبقى افضل وجود اثار التدخين على الشكل فبدات تاثر لنا على شكل السنان ممكن تعمل تصبغات في الاسنان هي بنسميها ستيننج او تاثر لنا زياده لو التدخين شره اكتر تقدر تاثر لي على لون اللثه نفسها بيحصل ترسيبات من النيكوتين اللي موجود في السجاير او في التدخين عموما كويس حضرتك جبت لنا بقى صور يعني بتوضح الموضوع ده آه بكل ما تعنيه من كلمه تمام صبغه تمام فنتفرج <applause> على الصور وحضرتك تكلمنا على الصور بقى تمام اتفضل يا دكتور دي حضرتك صوره مثلا من الصور اللي بتاثر لنا. احنا يمكن دي كمان جايبين صوره يعني التصبغات اللي على اسنان مقبوله شويه في حالات بتبقى اكتر من كده بكتير جدا بس واضح ان في تاثير على اللثه وعلى اللثه بالظبط بدا يحصل ترسبات كتيره ومع تصبغ بيحصل ترسبات من النيكوتين على اللثه وبالتالي بيبدا لونها حضرتك فاصبح الشكل الجمالي صعب جدا صعب جدا بالنسبه وخصوصا لو كانت يعني رجل او امراه امراه طبعا فبيبقى طبعا الشكل اصعب كتير دي برضو نوع حضرتك من الحاجات اللي بتحصل كتير جدا للتدخين ان بيبقى فيه ترسيبات للدخان على السطح الداخلي للاسنان ودي الاسنان الاماميه بيبقى, أكثر, بيبقى من خارجي. اكثر من الخارجي اكثر من الخارجي بالظبط لوضع يعني التدخين نفسه بيبقى آه. داخل الفم فبالتالي كل الدخان بياثر عليه دي حاجه تانية من اللي بتبدا تاثر لي على اللثه نفسها مع ترسيبات جير فبدا اللون مع الجير بيبدا يضغط على اللسه نفسها يبدا يحصل تراكم للجير الدم ما يوصلش كويس لللسه يبدا تعمل التهابات يبدا يحصل تاكل في اللسه نفسها ممكن نفقد السنان نفسها عن طريق كثره الاهمال بحاله زي دي م. تمام ده حاجه تانية من الحاجات اللي بتاثر جدا وللاسف ممكن تتطور لحاجات مش كويسه يعني يا رب ما تحصل لاي حد من اهلنا ان بيبقى مكان السيجاره كميه الدخان اللي داخل او ايا كان النوع التدخين اللي بيستعمله فبتبدا تعمل لنا قرح على السطح الجانبي للسان يعني القرح دي بتبقى سببها التدخين في كتير منها جدا بيبقى سببه كده تمام في وقت المناعه ممكن تبقى قليله فيبدا كميه الـ الـ الغشاء المخاطي المغطي لسطح اللسان حاصل ليه شويه تاكل للمناعه لاي سبب اخر فممكن جدا تبدا يعني عارفه حاجه كمان هنا الصوره بتاثر على السطح الخارجي الشفايف. كمان ما هي خلاص وتبدا كمان لون الشفايف نفسها ممكن يغمق لان أوه. الدم ما بيوصلش كويس لكل الانسجه الداخليه اللي عند اطراف الفم وبالتالي بتاثر هنا مثلا حاجه تانية من شراهه التدخين ان ممكن تاثر تعمل صبغه على الغشاء المخطي او البابيلي اللي بتبقى مغطيه سطح اللسان وادي نوع تاني منها وكل دي عرضه ان يبدا يحصل لها تطور في وقت ان المناعه تبقى قليله ممكن تبدا تعمل لي مشاكل اخرى احنا في غنى عنها. تمام؟ وده اللي بيفضل ان لازم يبقى في حرص، دي حاجه مثلا من الحاجات الخطيره جدا اللي بتحصل حضرتك عندنا ان بعد اي حاله خلع لو في تدخين بشرها والحاله دي حضرتك انا مصورها من عندي من العياده دي حاله كان عندي. ان للاسف بعد ما خلع وواخدين كل احتياطاتنا في الخلع من حاجات تعقيم وكفحة عدوى كل حاجة وحالته الصحية نفسها وبعد ما نزل فبيشرب سيجارة بدأ الدخان بتاعها بالنيكوتين يحصل له ترسب في المكان بتاع الخلع اللي العظم بقى مفتوح فيه مطرح ما احنا شلنا بدأ يحصل التهاب في مكان الخلع بدأ يأثر على التئام الجرح بدأ يأثر ويحصل لأن المكان ده يعتبر مناعته أقل أن أنا لسه شايل منه درس الانسجه مفتوحه بالظبط بدا حضرتك ياثر عليه بدا يسمع في العظم بتاع الفك نفسه ممكن يتطور لحاجه بنسميها اللي هو زي يعني آه تاكل او تسوس للعظم يعني كمان العظم بتاع الفك بيتاثر بالتدخين طبعا طبعا ده في حالات الخلع بس او في حالات الجراحه بس ولا في كل الحالات في اي حاله بيبقى فيه تعرض للتدخين والعظم حضرتك مكشوف ربنا جعل العظم ان بيبقى مغطى بانسجه لسه والغشاء الخارجي ليها فدي لما تبقى معرضه للريق اللي هو فيه قلويه مع تدخين فيه نيكوتين ممكن تاثر لي جدا على العظم ممكن تبقى الحاله الصحيه كمان بتاعة المريض منعته قليله بيعاني من ضغط من سكر ادويه قلب يعني ممكن حضرتك لو اللي هو ميديكالي كومبرومايز عنده مشاكل تانية اخرى آه. ممكن جدا تخلي التطور بتاع الحاله يبقى بصوره احنا يعني وللاسف المريض ما بياخدش باله في المرحلة دي هو بياخد باله لما وصل لآخر المرحلة خيرة. اللي هو بقى فيه وجع بقى فيه التهابات مش عايزة تروح مكان الجرح مش عايز يقفل ممكن مكان الجرح ده ما يلمش ونبدأ تتدخل جراحيا نعمل خياطة ليه نبدأ نقطيب نحط فيه مواد فيها باكين كده تتحط في مكان الجرح بحيث تحفز الدورة الدموية أنه يبدأ يجيله دم تاني لأنه هو أثر على تدفق الدم لل عظمه للانسجه بتاعت اللثه عشان تبدا يحصل التئام بالجرح في تغذيه للمنطقه دي عشان كده يبقى اسمها دراي سوكت يعني أوه. هو سوكت مكان الخلع دراي دي ان ما بقاش جاي لها بلات فلو كويس او تدفق دم كويس طب يا فندم التاثير التدخين على كل حاجه من دول بمعنى نعم. يمكن قبل الحلقه حضرتك قلت لي ممكن اللي بيدخن بايب بي بيجي له قرح في الناحيه اللي بيدخن فيها البايب واللي بيدخن سجاير لو متعود يشربها على ناحيه نعم. معينه برده بيجي له طبعا. القرحة على الناحية دي طبعا. او شكل اللون الشفايف بيتغير صح. لون اللسان زي ما شفنا كده بيتغير. بيتغير الحاجات دي سببها ايه؟ الحركة اللي كانت الصورة اللي لون اللسان غامق قوي ده كان بايب أوه. فكمية الحرارة او سيجار فكمية الحرارة اللي بتتسحب من البايب او السيجار داخلة كلها على سطح اللسان لسين. فيبدأ يحصل لها ترسيب زيادة وبالتالي تعمل تغير اللون ده ممكن دي في وقت من المناعة يحصل كل الطبقة المغطية للسان اللي هي التست بادز او الخلايا اللي هي البابيلي بتاعه اللسان يبدا يحصلها لها تاكل فحتى يبقى يجي المريض يشتكي بيقول انا بحس ان لساني ملهلب لان الغشاء المخاطي ليه بدا يحصل له تاكل مع كميه الحراره اللي داخله بالنيكوتين بدات تاثر مباشره على اللسان بالاعصاب بتاعته فبدات تعمل له احساس اللي هو البيرنيك سنسيشن او بالظبط هو بيجي الإكسبريشن بتاعه حضرتك اللي هو يقول لك انا علساني ملهلب ملهلب وبالفعل له. تلاقي عاده يبقى عنده كمان نقص فيتامين سي تمام دي بتبقى اغلبهم كده واغلب مرضى السكر بيبقى عنده نقص فيتامين سي لانه يعني بيأثر على اللثه طب ما هو مستقبلات الطعام حصل فيها مشكله هو كمان مش هيستطعم الاكل خالص خالص يعني هو بيجي يشتكي لحضرتك يقول لك انا انا مش حاسس ان حاجه ليها طعم بالظبط بالظبط ومستمر <سؤال> اكس <بعيد> نيفر داي اكس نيفر داي طيب في بقى آه منتجات ظهرت الجديد تمام للدخين تمام ناقشناها برده قبل كده في آه آه السجاره الالكترونيه آه في السجاره اللي فيها نيكوتين فقط تمام اللي هي بيسموها الايكوس <applause> و... وفي حاجات تانيه كتير الحاجات دي برضه ليها نفس التاثير على الفم واللثة طبعا طبعا حضرتك برضه احنا ايه حتى قال لحضرتك ايه ان فيها نيكوتين بس ما هي الضرر كله فيه صح فانا ما فرقش هو شال منها الاطران اللي بيبقى موجود مع السيجاره العاديه اه تمام فيها فلتر ولا ما فيهاش فكل دي كميه الحراره اللي جايه لي هي هي فانا ما اختلفتش يعني هو التاثير بيبقى من الحراره ولا من النيكوتين؟ الاثنين يا فندم، ما هو كميه حرق النيكوتين فبيطلع لي حراره اللي هو بيحس بيها اللي هو استطعامه بطعم السيجاره، تمام؟ ده اللي بياثر لنا احنا على السنان وعلى اللسع وممكن اوقات يأثر لي في الخد نفسه من جوه اللي هو الجانب اللي جنب السنان اوكي وتبدا تعمل لي تقرحات تبدا تعمل لي التهابات ممكن تتطور مع حد عنده مناعه قليله نوصل لحاجه احنا في غنى عنها هو دائما حضراتكم كاطباء اسنان بتتكلموا على طبقه المينا اللي بتبقى مغلفه الاسنان تمام احنا شفنا برضو ان طبقه المينا دي لما بتتصبغ بتبقى ليها لون معين احنا بنشيلها ده الاسنان بنشيلها لكن هل ده بيأثر على قوه السنة نفسها ما هي حضرتك طبعا طبقة المياه دي أقوى خط دفاعي للسنة تمام؟ في بعض أنواع الأسنان اللي بيبقى السطح بتاعها مش أملس تمام؟ ما يبقاش السطح أملس وبالتالي دي يقدر سهل جدا إن الكوتين يحصل له ترسبات فيها أوكي؟ فتفرق في الشكل فتبدأ تخلي البورز أو اللي هي الجروفز الصغيرة اللي فيه اللي في السطح اللي مش أملس تبدأ تزيد ممكن جدا مع طبقة البلاك اللي بتتكون بعد الأكل ان الاثنين يشتكلوا في وجود بكتيريا وبالتالي تبدا يحصل لها بنتريشن او انها تخترق طبقه المينا تمام تمام اول ما دخلت طبقه المينا خلاص بدا يحصل انتشار للتسوس وفي حالات بتيجي اللي هو حضرتك سنانه كلها فيها طبقه المينا متاكله كلها كلها احنا عندنا يعني دايما بيقولوا ايه اغسل اه سنانك على طول، اغسل سنانك على طول، لو احنا غسلنا اسناننا على طول تمام بعد الاكل وقبل الاكل وجوه الاكل وكل حاجه، <applause> ده هيبقى ح... فيه نوع من انواع الوقايه ولا حضرتك تنصحنا بايه؟ اه مش بس في, ال... في المدخنين يعني هنتكلم يعني عن المدخنين لوحدهم بس خلينا ن... نيجي ازاي نحافظ على اسناننا اه لو هي طبيعيه عاديه. حلو قوي، احنا اللي يهمنا جدا ان بعد الاكل بنص ساعه بتبدا تتكون طبقه البلاك. دي اول طبقة اللي هي بعدها يتكون عليها البكتيريا اللي موجودة اصلا في الريق بتاع البق دي متواجدة مستنية وسط ملائم عشان تبدأ تنشط. مم. عشان كده اللي بيبقى عنده جيوب في اللثة نقول له لازم تنظف اللثة اول بأول. تمام؟ عند طبيب مش هينفع يعملها هو في البيت. اه أو طبعا. اوكي؟ فعشان كده بنقول للناس راجع طبيب الاسنان بتاعك سواء عند حضرتك مشكلة أو لأ كل أربع لست شهور. لإن ممكن في مشكلة بس حضرتك مش واخد بالك منها، لإن أنت هتحس المشكلة إمتى؟ لما يبقى في وجع، أنا مش عايز أوصل أصلا لمرحلة إن يبقى في وجع. لازم يبقى في حاجة وقائية. وقائية، م. وقائية، فلما بيلحق أول بأول أي حاجة بتبدأ ممكن سهل جدا إن احنا نتعامل معاها. وعندنا بالفعل في مرضى متعاملين معانا بهذا المنطلق إن هما بيعملوا كأنه كشف دوري كل ست شهور. تمام؟ هل المدخنين ليهم طريقة يعني حتى لو استمروا في التدخين طبعا. واحنا بنحذر من الكلام ده طبعا. طبعا. يعني طبعا. احنا مش بنشجعهم <applause> بس هل في اي طريقه عشان يحافظوا على اسنانهم زياده عن العادي؟ هقول لحضرتك احنا دلوقتي لما بيجي حد من الناس مثلا المترددين علينا اللي عارف ان هو مدخن شره انا بيهمني في الاول لو ده جاي عشان في عنده مشكله وخلاص غير لما يبقى حد انا حابب ان اعمل له اويرنس او يعني اعرفه ايه خطوره التدخين بنعرض له صور زي اللي حضرتك عرضتها بنقول له ان ممكن يحصل كذا وممكن يحصل كذا ده في اكتر بقى في مكان السيجاره تبقى عامله لي نتوق في السنه او البايب يبقى مبين لي يعني ساعه لما بيجي انا بعرف ان هو لو بيشرب بايب او بيشرب سيجار او سجاير لان من كتر البايب عباره عن حاجه تعتبر خشب يعني بيعمل فجوه في السنه بيعمل فجوه في السنه ما انا عامل ضغط عليها أوه. صح فبتعمل تاكل في السطح العلوي والسفلي فلاقي السنه بيبقى فيه باين ليها السيجار نفس الموضوع السجاير نفس الموضوع تحس ان حركه الجانب اللي بيستعمل فيه دايما السيجاره بيبقى عامل لي شكل مختلف عن السنه حمل تاكل في جزء من طبقه المينا يبقى بعد كده زي ما حضرتك كنا لسه بنتكلم ان طبقه المينا اصلا حصل فيها تاكل, تآكل في جزء خلاص بقت السكه سهله تمام طب يعملوا ايه علشان يحافظوا على السنة؟ حلو قوي احنا لازم بنقيم له الموضوع هل التدخين بتاعه دوت يعتبر عاده ولا ادمان صحيح تمام بعرفها ازاي لو ادمان لو وقفه لازم يبقى فيه اعراض انسحابيه يبقى انا دوري كطبيب اسنان لا دي مش تعتبرش تبعي لازم ببقى عامل ريفيرال او بحوله على اخصائي نفسي هو اللي هيقدر يتعامل لان الحاله ما بقتش عاده أوه. تمام يبقى دي بقت جزء بعيد عني محتاج وانا محتاج مساعده محتاج مساعده فبالتالي الطبيب النفسي هو اللي هيقدر يتعامل معاه فيها لان يبقى فيه اثار انسحابيه دي بعيده عن تخصصنا كاسنان الجزء بتاعنا احنا اللي هو لو عاده حلو قوي ببدا معاه حضرتك في رمضان مش بتقضي اليوم كله انت صايم ما انت قدرت تتخلص من التدخين المرحله ديت يبقى تقدر فابدا اشتغل على دي اول حاجه بدانا مع بعض ولاقيه متقبل لان هو حابب يتخلص من الشكل اللي ما بقاش جيد مع طعم البق مع مع اوكي فبدا خلاص بقى حصل له موتيفيشن فهو بعايز ان انا اساعده زياده أوه. مفيش مشكله اوريله الصور ان حركه التدخين هيبقى فيه واحد اتنين تلاته عايز احفزه زياده اعمل له تنظيف للثه تمام بعلى معايا بقى آخر حاجه اللي هي تخليه هو نفسه يبدا ياخد القرار انا عندي السنان بقسمها لاربع تربع يعني أوه. فور كوادرنت حلو باخد الرايت سايد او يعني الجانب الايمن او الايسر اعمل فيها تنظيف جيري كويس قوي واعمل له تلميع للاسنان واسيب له الجانب الثاني بلون سنانه اه يعرف ان ادي اللون بعد شوف لون سنانك الاصلي ده بتسيبه يروح كده؟ لا 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 في نفس اليوم هو بياخد قراره في ساعتها حضرتك يا فندم لا لا هو هو شاف المنظر ايوه بس يتصور خلص. بقى عشان كل شويه طبعًا يبص على الصورة طبعا ما طبعا طيب. طبعا له يعني حضرتك احنا كده عشان هو نفسه ده لون سنانك الطبيعي فاصبح من نفسه حابب لا ده انا كده تمام اخليه زياره اللي بعدها في وقت قريب ما بعيد لان هو لما هينزل هيبدا تاني يدخن باقل أو لسه العادة مستمرة. تمام؟ لما يجي بعدها بأسبوع ويلاقي اللون بدأ يغمق تاني اللي احنا من أسبوع، أنا كده كده واخد له صورة صورة، فأقول له بص احنا في خلال أسبوع أنت رجعت إزاي؟ تمام؟ فيبدأ هو داخليًا أنت بتحفزه أن هو يبقى حابب. ده كمان بقى لو معاه زوجته مثلًا. أوكي؟ فهي شافت الشكل لما اختلف، فأنا كده سايب معاه حد في البيت هيفضل ينبهه يحفزه زياده او يحفزه تمام بس فدي طبعا بتفرق جدا وفي فعلا يعني يعني عندنا حالات كتيرة الحمد لله بتنجح معاهم جدا كده غير الاثار بقى ان يعني احنا حضرتك كمان لان عندنا الـ يعني الفم دوت اول حاجه في انتشار اي ميكروب صحيح طبعاً. المستقبل الاول للجسم للاسف فلو ما وقفتش كل المشاكل يعني في كتير ناس من مثلا اللي بيجوا عنده كميه مشاكل في الجهاز الهضمي ويروح لدكاتره جهاز هضمي وهي المشكله بدايتها من عندنا احنا فنقدر نوقف له المشكلة هنا يعني دكتور السنان هو أول واحد ممكن يساعد إن شاء الله يعني، أول واحد ممكن لها. يساعد المدخن إنه يقلع عن التدخين جدا جدا طب ما فيش يعني دايما بيبقى فيه في السوق أو في السوبر ماركت في حاجات يقول لك للمدخنين أو معجون سنان للمدخنين طبعاً. أو بودرة مهم. مهم. يستخدمها المدخن علشان تلمع له أسنانه حلو قوي رأي حضرتك فيها إيه؟ أنا رأيي إن أي حاجة بتبقى داخل ماركت حتى اسمها ماركت، فأصبح الموضوع تسويقي أكتر منه المادة الفعالة بتاعتها إيه. إحنا يعني ما حاجة آه يعني ممكن جدا يبقى فيها مواد حركة عاملة زي الابريسيفز أو زي البرادة، فكأنه ده بيضعف لي طبقة المينا، لأن يعني هو عايز يشيل التصبغ اللي على السنان. وفي ساعتها يعني هو بيعمل على سطح السنة، السنة ابيضت، لا ده أنا ممكن كده أكون بأثر على طبقة المينا وبالتالي هنرجع لموضوع ان يعني وانس اول ما طبقه المينا اتاثرت انا اصبح عندي طريق ان اي ميكروب اي بكتيريا صحيح. اي تسوس ويبدا ينتشر تمام دكتور وليد حسن استشاري العلاج التحفظي وتركيبات الاسنان انا بشكر حضرتك جدا اشكرك يعني. يا فندم اشكرك وسعيد لوجودي واكون بساعد مع ولو بمعلومه تفيد اهلنا ان ممكن يقلعوا عن التدخين بسببها اكيد يا فندم اشكرك ايه المتاهه دي ليه مصرين نحضن عدونا ونرحب بيه؟ نحارب نفسنا علشان نديله فرصه في الحياه جوانا؟ ليه نحتضن امراضه جوه جسمنا يوم ورا يوم وسنه ورا سنه وبعدين نرجع نجري ونلف على الدكاتره علشان نتعالج منها؟ قرار واحد هيريحكم ويحافظ على صحتكم ويخليكم تعيشوها صح وهو الاقلاع النهائي عن التدخين. فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمره استنونا بعد الفصل. قبل كده عن الفرق بين عمليه التحويل المصغر للمعده وبين تكميم المعده بالمنظار وقلنا ان التكميم فيه نقطه ضعف لازم نختاره للمريض الغير محب للحلويات والسكريات والمياه الغازيه لانه لو المريض كتر من الحاجات دي بعد العمليه ممكن يرجع يتخن تاني سواء بعد سنه او اتنين او اكتر او اقل الحقيقه بعد اخر مؤتمر حضرته في مدريد من, من يوم 3 الى 7 سبتمبر 2019 العالم كله اكد المعلومات دي وطلع علينا بروفيسور جانيه بياكد ان هو وبروفيسور جاني ده هو مخترع عمليه التكميم وكان اكثر مدافع عنها في السنين اللي فاتت البروفيسور جاني نفسه أكد أن عنده نسبة 35% من المرضى اللي عمل لهم تكميم من بعد أول خمس سنين رجعوا في الوزن وبعد عشر سنين النسبة دي عليت ل 65% من مرضى التكميم رجعوا في الوزن وده بسبب اختيار العملية لكل المرضى بدون تفحيص مين اللي تنفعله ومين اللي ما تنفعلوش ورجع بروفيسور جانيه قال ان هو مضطر يقلب عمليه التكميم لعمليه اخرى يضيف عليها خطوه تحويل تمنع الامتصاص بنسبه كبيره ويرجع ده بياكد كلامنا اللي قلناه ان عمليه التحويل المصغر هي اقوى العمليات واللي بتضمن ان المريض حتى لو لخبط ما يرجعش يزيد في الوزن تاني حابب اقرا مع حضراتكم شويه ارقام مهمه في موضوع فقرتنا النهارده عن السكته الدماغيه اللي بتاتي رقم 2 في قائمه اسباب الوفيات في مصر وبتتسبب في اعاقه 270 الف سنويا ال 270 الف دول منهم 70 الف بيتوفوا ده في علم الطب رقم مخيف ومرعب الازمه الاكبر من وجهه نظري انها مش من الامراض الشعبيه بمعنى ان الغالبية العظمى ما يعرفوش عنها حاجة عشان كده قررنا نخصص فقرتنا النهاردة عن السكتة الدماغية عشان نعرف اعراضها ومخاطرها كمان طرق علاجها رحبوا معايا بضيفي اللي منورني في الاستوديو الاستاذ الدكتور هاني عارف رئيس اسم المخ والاعصاب والطب النفسي بطب عين شمس اهلا يا دكتور اهلا بحضرتك يا فندم مشرفنا في الحكيم في بيتك الله يخليك هي السكته الدماغيه فعلا مرعبه وخطيرة زي اسمها كده؟ أكيد لأنه إحنا زي ما حضرتك قلت في المقدمة يعني إحنا بنتكلم على تاني سبب الوفيات فأكيد دي مشكلة قومية لأي دولة وبالإضافة أنها أهم سبب الإعاقة وأعتقد يعني من غير ما نقول يعني أنه مفيش بيت في مصر يعرف أو سمع أو حد قريبه جاله جلطة في المخ وظل نتيجة الجلطة دي في مشكلة دائمة سواء في صعوبة الحركة أو إنه ما بيتكلمش أو إن هو مش عارف يشتغل أو عدم اتزان، فبالتالي يعني لما نقول إن إحنا لازم نبقى عارفين إيه هي السكتة الدماغية وطرق علاجها أعتقد دي ده موضوع مهم جدا خاصة إن في علاج ليها وده النقطة المهمة جدا اللي لازم الحقيقة كل المواطنين يعرفوها. طيب ما تيجي يا دكتور نعرف الناس إيه هي السكتة الدماغية؟ المقصود بالسكتة الدماغية إن بيحصل إصابة فجائية في الجهاز العصبي نتيجة خلل في الدورة الدموية. الخلل ده ممكن ياخد شكلين ياخد شكل نزيف ودي معروف مثلا ان حد ضغطه فجاه ارتفع بصوره فجائيه فجاله نزيف في المخ ده يمثل تقريبا 15 ل 20% من الحالات الجزء الاكثر شيوعا اللي هو الجلطه المخ اللي هو نتيجه انسداد في احد شرايين المخ الانسداد ده نتيجه ان الشريان ده اتقفل نتيجه ان عليه ترسبات او في جلطه طلعت سواء من القلب او من احد الشرايين الرئيسيه وقفلت هذا الشريان طبعا الاعراض هتتوقف على مكان الاصابه فلو الاصابه موجوده في الجهاز الحركي مثلا هيبقى فيه صعوبه في الحركه لو موجوده على مركز الابصار هيبقى فيه صعوبه في فجأة واحد ما حسب المكان زي ما بيقول الدكاتره كده اللي هيتضرب اللي هيتضرب بالظبط بس احنا يعني مش احنا يعني الحقيقه يعني حتى بره عشان كمان حملات التوعيه للمواطنين لانه لازم اي مواطن يعرف انه لو جات له الاعراض دي قد تكون احد اعراض السكته الدماغيه لانه لازم يتوجه فورا لمكان متخصص ومستشفى متخصصه لعلاج السكتات الدماغيه ايه هي الاعراض دي للسهوله بنقول ثلاث اعراض رئيسيه ثلاثه ثلاثه يعني لو نحفظها انا بقول ورا حاجة... حضرتك آه. عشان احفظ اه بالظبط والناس كمان تحس آه وحتى هم يعني بيختصروها بره آه بكلمه فاست احنا بنحاول نترجمها ساعات يعني مصطلحات زي عاجل وحاجات زي كده لكن خلينا نقول فاست اللي هي ايه؟ انه لو في الوجه حصل آه زي الصوره الاعوجاج اه بالظبط كده لو حصل اعوجاج في الفم لو حصل الارم الفيس طبعا الارم لو حصل ايه تقل في الايد او الرجل لو حصل السبيتش الكلام حصل فيه لخبطه فجائيه تايم هنا الوقت مهم جدا عشان كده جت التسميه آه عامل الوقت رئيسي ليه؟ لانه كل معلش يا دكتور دي فد. حاجه مهمه فانا هعيد تاني على الحاجات اللي حضرتك قلتها بالزبط. بعد اذن حضرتك اعوجاج في الفم تؤلف في الدراع لعثمه في النطق والوقت بالظبط لو حد حس بحاجه من دول ما ياخدش يعني ريسك كده اي حاجه و... من التلاتة الوقت هنا عامل رئيسي جدا ما ياخدش ريسك بالظبط ما ياخدش ريسك انه يروح حتى يستشيرش طبيب لو هو شك يجري, يجري على مكان عارف انه هو ممكن يتعامل مع السكتة الدماغية لانه هو الحقيقة في بعض الدراسات حتى ممكن الدكتور ميبقاش يعني مدرك ان هو بيعطل الحياه المريض لانه ممكن يتعامل مع المريض يبتدي يديله حقنه مثلا يقول له حاجات من المسيله اللي هي متعارف عليها زي الهيبرين او الكليكسانا او حاجات زي كده الحقيقه بالعكس دي بتبقى مشكله لانه ساعتها لو راح المستشفى ما يقدرش ياخد علاج ازابه الجلطه اصبح انه هو ما ينفعش لانه هيحصل له نزيف لو هو خد م. الحقنه دي او لو حضرتك تقصد بايه مكان مخصص للسكته الدماغيه له مواصفات معينه يعني لازم يبقى مستشفى معروف ان فيها نظام معين لاستقبال المرضى دول فيها العلاجات المخصصه للمرضى دول. هرجع بس لنقطه العمل الوقت، ليه الوقت؟ لانه كل دقيقه بتعدي بعد الاصابه بيحدث تلف في 2 مليون خليه في المخ. يعني واحنا ماسكين الساعه كده كل دقيقه عدت في 2 مليون خليه خلاص مش هيرجعوا تاني يشتغلوا. لنا انا نتصور طبعا انه يعني آه لما بتعدي بقى ساعات الوضع ده ممكن يبقى عامل ازاي اللي هو بينتج في الاخر المنظر اللي احنا كتير بنشوفه واحد بقى عنده شلل قاعد على كرسي متحرك يعني الخلل ده لا رجع فيه زي ما بيقولوا آه اذا ما خدش العلاج في الوقت المناسب وطبعا الوقت كل ما بندي العلاج مبكرا يعني حتى في الدراسات المرضى اللي خدوا العلاج بعد ساعه من بدايه حدوث الجلطه فرق كبير اللي بياخدوه حتى في اخر المده اللي هي اربع ساعات ونص. أمم، يعني حضرتك بتقول ان هي المفروض تتلحق الموضوع بعد نص ساعه بالكثير بالكثير لحد اربع ساعات. احنا عندنا وقتين، وقت اللي احنا بنسميه من بدايه حدوث الجلطه لاخذ العلاج، الوقت ده المفروض ما يزيدش عن اربع ساعات ونص، بنخصص منه ساعه اللي هو الوقت الثاني اللي من ساعه ما العيان يوصل باب المستشفى لاخذ العلاج، وهنا اهميه ان يبقى المكان مجهز عشان نقدر نخلص كل حاجة في أقل من ساعة ونبتدي العلاج آه، إزابة الجلطة بيتم بحاجتين يعني أو علاج الجلطة بيتم بطريقتين يا إما بندي لحقنة إزابة الجلطة لكن لو اتضح أن العيان عنده انسداد في أحد الشرايين الرئيسية الحقيقة ممكن نخش بأسطرة مخية ويتم إزالة الجلطة بالأسطرة المخية بس هذا يحدث في 15 ل 20% تقريبا من الحالات وده حتى مثبت بالارقام اللي احنا يعني في الدراسات بتاعتنا في مصر من واقع قاعده البيانات بتاعتنا انه فعلا حوالي 18% من الحالات فيهم انسداد شريان رئيسي ودي حاجه اعتقد تخصصيه جدا علشان كده عشان كده لازم يبقى مكان مجهز مكان مجهز اه وده متاح على فكره يعني آه وهنا بقى الوقت ممكن يزيد شويه يعني ممكن نقول لغايه 6 ساعات ونقدر آه نخش بالقسطره لو في انسداد شريان رئيسي انا هتكلم مع حضرتك على موضوع المكان المجهز بس قبليها عايز اعرف السكتة الدماغية دي ليها عمر معين بتزيد فيه ولا ممكن تصيب حتى الاطفال يعني كان جرى العرف او او يعني الناس متعارفه على انه السكتة الدماغية فقط ده مرض لكبار السن طبعا هو اكثر شيوعا احنا ما نقصرش كبار السن قوي يعني احنا بنتكلم حتى بنصنفه فوق ال 45 بيعتبر ان ده متوقعين ان قد تحدث سكتة دماغيه زي امراض القلب يعني لحد ما اللي تحت 45 بنعتبر ان ده سن اصغر عشان كده حتى له في بعض الاحيان في الفحوصات بروتوكول بيبقى مختلف شويه او يعني اكثر تفصيلا طبعا ممكن تحدث في الاطفال لان احد اهم اسباب السكتة الدماغيه مشاكل القلب فاذا كان في طفل عنده مشكله في صمامات القلب او بيجيله عدم انتظام في ضربات القلب ووارد ان هو يحصل له سكته دماغيه بالاضافه ان في بعض الامراض اللي هي بيبقى فيها استعداد لتكوين جلطات ودي امراض وراثيه ممكن برضك يحدث عند الاطفال دول سكتات دماغيه. نرجع بقى للمستشفيات المجهزه. آه هو المستشفيات اللي حوالينا نسبه قد ايه تكون مجهزه؟ وازاي نعرف يا دكتور؟ يعني انا دلوقتي حضرتك لفت نظري لان ممكن اروح مستشفى مستشفى متوقع ان انا اخد العلاج المظبوط وممكن تبقى هي فيها لخبطه مع امراض تانيه فاخد علاج غلط فانا اعرف منين المستشفيات المجهزه واعرف اماكنها ازاي هل في لستة مثلا اقدر آه. على الانترنت الناس تبص عليها وتبقى عارفه ايه اقرب مستشفى ليها في الحالات اللي زي دي ولا نعمل ايه احنا الحقيقه ده المشروع القومي وده الهدف ان احنا نوصل يبقى عندنا المستشفيات مغطيه الجمهوريه كلها او المراكز اللي تقدر تتعامل مع السكته الدماغيه ونتمنى طبعا وده برضك بالتنسيق مع الاسعاف ان حتى عربيه الاسعاف تبقى عارفه هتروح فين اقرب نقطه ترسل اليها المريض لكن في الوقت الحالي مبدئيا نقول احنا عاوزين كم مستق... كم, مر... كم وحده لعلاج السكته الدماغيه احنا عملنا دراسه احنا بنتكلم على حوالي 500 وحده للسكته الدماغيه المتوفر كام برضك عملنا دراسه او مسح لعدد الوحدات الى حد ما اللي هي ممكن تتعامل بنتكلم من 40 ل 60 فعندنا طبعا فجوه في مصر كلها اه في مصر كلها م. عندنا فجوه كبيره جدا حتى الأربعين 40 و 60 دول كمان يعني تجهيزاتهم كتيره محتاجه دعم وناقصين في حاجات كتيره لكن اللي نقدر نقوله ان على الاقل المستشفيات الجامعيه الكبيره كلها تقريبا فيها وحدات سكته دماغيه. فيعني اي مستشفى جامعي الى حد كبير مجهزه انها تستقبل هذه الحالات. وفي تطوير مستمر يعني يمكن احنا عندنا في عين شمس بدايه التطوير يعني قطعنا شوط كبير قوي لدرجه ان احنا لسه في شهر اغسطس اللي فات واخدين اعتماد من المانيا آه معنى كده انه نفس الوحدات اللي هي في المانيا آه عشان تشتغل لازم تاخذ هذا الاعتماد احنا خدناه في وحدتي آه عين شمس الجامعي وعين شمس التخصصي. آه فالخدمه المقدمه آه على نفس المستوى اللي بيقدم في المانيا. وفي مستشفيات كبيره قوي، مستشفى الأصليين طبعا عندهم مستشفى كبيره قوي، آه مستشفيات كتيره برضك في آه طنطا واسكندريه، انا مش عاوز اسمي يعني بس يعني م... معظم المست... المستشفيات الجامعية, الجامعيه يعني يا اما مجهزه تماما بس او بعضهم يمكن ينقصهم بعض التجهيزات البسيطه لكن هتبقي المشكله ان الفجوه نفسها كبيره قوي فعشان كده احنا يعني تباعا عاوزين طبعا نتوسع في توفير الخدمه مش هينفع بس المستشفيات الجامعيه لازم وزاره الصحه بيبقى طبعا مشروع قومي بقى يعني لازم فعلا يتخذ آه آه محمل بمحمل الجد بالزبط. علشان يتعمل له آه هدف معين او رقم معين من المستشفيات اللي نوصل لها وطبعا في المستشفيات الجامعيه والمستشفيات التعليميه وفي مستشفيات اه طبعا وفي طبعا مستشفيات خاصه بتقدم الخدمه وفي نظام التامين الصحي الجديد لازم بالزبط. يتحط في الخطه بقى أكيد. يعني في كل محافظه يبقى معروف إيه المستشفيات آه اللي فيها وحدات للسكته الدماغيه بالظبط لان هو زي يعني الحسبه الفكره في ايه؟ انه انا النهارده عندي مريض جاله سكته دماغيه في نقطه معينه مم. لازم ابقى عارف هيروح لاقرب مركز عشان يقدم له الخدمه في وقت زمني قد ايه. فشيء في منتهى الخطوره يبقى عندي مريض في نقطه معينه وعارف ان اقرب مركز خدمه هياخد له مثلا اربع ساعات ما خلاص كده مش هينفع خاصه لما يبقى محافظه مثلا تعدادها كبير قوي وما ولا وحده للسكته الدماغيه مم. فعشان يروح اقرب نقطه ممكن تبقى القاهره فمعنى كده انه خلاص ما او بعض الاماكن حتى الاماكن السياحيه ده طبعا ممكن يبقى يعني يبقى في نوع من حتى يعني مشكله لانه ممكن الناس دي تعمل مشكله لو جالها سكته دماغيه وما لقتش العلاج في الوقت المناسب في مكان قريب. هو اهم حاجه ان هي تبقى متوفره في اماكن قريبه ويبقى بالزبط. الاهم من ده ان الناس تبقى عارفه لان هو ممكن يبقى جنبه 10 مستشفيات ب... ومستشفى واحده اللي مجهزه فهو ممكن ما يكونش عارف بالظبط عشان كده بقول لحضرتك لازم يكون برضو من ضمن الحاجات اعتقد المهمه ان يبقى في لستة بكل المحافظات آه بالمستشفيات آه. اللي فيها بحيث ان الناس يعني ان احنا بنحاول نوعي الناس ونعلي الثقافه الطبيه بتاعتهم فده من حاجه من الحاجات اللي لازم الناس تكون فاهماها بالظبط ده ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي يعني ان شاء الله ننجح فيه يعني. ان شاء الله الاستاذ الدكتور هاني عارف رئيس اسم المخ والاعصاب والطب النفسي بطب عين شمس بشكر حضرتك جدا على وجودك إيه معانا النهارده شكرا شكرا من اسم المرض نلاحظ انه عباره عن سكتة لحظة صمت بتكون محتاجة تدخل طبي سريع ينعشها ويرجعها لممارسة عملها باسرع وقت ممكن وده محتاج مننا نكون ملمين باعراضها وعندنا حس التعامل السريع معاها لان كل ثانية بتفرق فقرتنا خلصت بس حلقتنا مستمرة استنونا بعد الفاصل